السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، نعود بكم إلى سنة 1975، حيث احتفل المغرب بمناسبتين وطنيتين مهمتين في الرباط. المناسبة الأولى هو احتفال بالذكرى 20 لاستقلال المغرب المغربي في 18 نوفمبر 1955، والحدث الثاني هو إعلان حسن الثاني رحمه الله قبل هذه المسيرة عن نجاح المسيرة الخضراء وعودة الصحراء المغربية إلى الفرار الوطني. وقد حضر هذه الاحتفالية بالرباط الحسن الثاني رحمه الله وممثلين عن دولة إسبانيا، مما يعني عودة العلاقات إلى طبيعتها بين المغرب وإسبانيا بعد نجاح المسيرة، كما حضره ولي العهد محمد السادس آنذاك. إذن هذه هي الخلفية التاريخية لهذا الفيديو المهم والنادر.